يلا بينا. 11. A titration process is done by using 20 milli of NaOH solution. طيب خش بقى على الجد. Quantitative analysis. أنا عندي 20 ملي صوديوم هيدروكسيد. التركيز بتاعه 0.1. With HCl التركيز بتاعتها concentration بتاعتها 0.1. If the hydrochloric acid is substituted by sulfuric acid, its concentration is 0.1. The volume of the used sulfuric acid will be half the volume of the HCl ولا double the volume of the HCl ولا equal the volume of the HCl ولا double the volume of the alkali NaOH. طيب ده سؤال يعني موجه للناس اللي يعني اللي بالنسبه لها الكيمياء فهم يعني مش مجرد بس equations وخلاص كده. الفكره كلها في ايه؟ انا دلوقتي بقول هو انا لو عندي HCl خلاص هفاعلها مع ال NaOH ده هيديني ايه؟ هيديني NaCl plus H2O. انا لو عملت بالانسنج للايكويشن دي ها هلاقي ان كل 1 مول HCl بيتفاعل مع 1 مول NaOH. تمام؟ طيب الايكويشن الثانيه لو انا عملت سبستيتيوشن لل HCl ب H2SO4 ادي H2SO4 وهحطها NaOH ده هيديني ايه ده؟ هيديني Na2SO4 plus H2O. تمام كده؟ لو جيت اعمل بالانسنج هنا هحط ايه؟ هحط هنا 2 وهنا 1 عشان تتظبط معايا الايكويشن بتاعتي. المتسرع يقول لك بس 1H2SO4 و2NaOH في دبلنج في الموضوع دبل ذا فوليوم اوف ذا الكالي NaOH ويقوم جاي ايه داخل على الدبل ده او يلاقي هنا واحد ويلاقي هنا اثنين يقوم جاي داخل على ايه الدبل ده. طبعا ايكوال ذا فوليوم اوف الHCl دي بره خالص يعني ما حدش يقع فيها ان هي ايكوال فوليومز. فانا بعد ما عملت بالانسنج ايه الحاجه اللي يعني المنطقيه ان انا مثلا لنفرض مثلا لو انا عندي 10 مولز اوف ال NaOH ها هحتاج لها كم مول HCl؟ خد بالك ان هو هنا مديك نفس التركيز بتاع ال HCl ومديك نفس التركيز بتاع السلفيوريك اسيد. انت بتتكلم على نفس التركيز خلاص. فانت بتتكلم على 0.1 مولر و 0.1 مولر. فانا الموضوع كله ببساطه ال 10 مول صوديوم هيدروكسيد هيحتاجوا كم مول من ال HCl؟ هيحتاجوا 10 مول عشان ده واحد لواحد. طب ال 10 مول صوديوم هيدروكسيد هيحتاجوا كم مول من ال H2SO4 عشان خاطر يحصل له كومبليت نيوتراليزيشن؟ هتلاقيها يحتاج 5 مولز بس. فيبقى كمية ال H2SO4 اللي أنا هحتاجها هتبقى نص كمية ال HCl اللي أنا استخدمتها طالما أنا بتكلم على نفس الكونسنتريشن. يا رب تبقى الأمور واضحة. حل السؤال ده في البالانسنج بتاعة التو إيكويشنز. طيب رقم 12. 4 grams of impure sodium chloride dissolved in water and excess of silver nitrate solution is added to it. 3.52 grams of silver chloride precipitated. So the mass percentage of the chloride ion is. هو هنا دخلني بقى ايه على mass percentage بتاعة الكلورايد اللي موجودة في الامبيورس. المسألة دي خدنا واحدة شبهها اظن في المعاصر كانت اخر صفحة في الكوانتيتيف اظن حاجة زي كده. تعالوا نحل المسألة دي واحدة واحدة. بيقول هنا ايه 4 grams of impure sodium chloride. يبقى انا عندي دلوقتي سامبل. السامبل دي متقسمه لجزئين عباره عن pure NaCl وimpurities. وزن التوتال سامبل وزنها كام؟ وزنها 4 جرام.
خلاص دوبناها في ميه وبعدين حطينا اكسس سيلفر نيتريت ماشي. So 3.52 grams of silver chloride precipitated. طيب تعالوا بقى نتكلم كده. يبقى انا عندي NaCl. انا هرتب افكاري ازاي في المساله دي؟ انا عايز اعرف هو وزن الصوديوم كلورايد اللي معايا قد ايه؟ البيور صوديوم كلورايد، عشان من خلال البيور صوديوم كلورايد هجيب بعد كده الكلورايد. صوديوم كلورايد لو حطيت عليه AgNO3 مين اللي هيطلع؟ هيطلع NaNO3 plus AgCl. هل انا محتاج بالانسنج؟ مش محتاج بالانسنج. اوكي. طيب. عايز اعمل المسطره اللي هقيس عليها. تعالوا نعمل المسطره اللي هقيس عليها. يعني كل 1 مول صوديوم كلورايد هيرسب لي 1 مول سيلفر كلورايد. طب انا عايز اعملها بقى بالجرامز عشان اعرف اشتغل المساله بالجرامز. طب ال 1 مول صوديوم كلورايد ده وزنه كام؟ اجمع الصوديوم على الكلورايد يبقى انا بتكلم على 58.5. كل 58.5 جرامز هتسقط لي ايه بقى؟ AgCl 108 زائد 35.5 143.5. دي المسطره اللي هقيس عليها. كل 58.5 هيسقط لي 143.5. طيب لما لقيت البريسيبيتيت بتاعي 3.52 يبقى انا في الاصل معايا قد ايه صوديوم كلورايد؟ هعمل كريس كروس يبقى هقول كده 58.5 تايمز 3.52 اوفر 143.5 هيساوي 1.434. طيب ده كده يا جماعه الماس اوف الصوديوم كلورايد. السؤال بيقول لي ايه؟ في المعاصر كان بيقول لي هات لي البرسنتج بتاعت الصوديوم كلورايد، هو هنا مش طالب مني كده، هو طالب البرسنتج بتاعت الكلورايد، فهقول له ماشي. الرياكشن بتاعت ال NaCl عباره عن ايه؟ ان كل Na بلس او خليني اقول لك كده ان ال NaCl ده لو اتفك يتفك لايه؟ ل Na بلس زائد Cl ماينس. وزن كل 1 مول منه بيعمل كده، كل 1 مول من الصوديوم كلورايد بيتحول ل 1 مول صوديوم و 1 مول كلورايد. طيب هو وزن الصوديوم كلورايد كام؟ 58.5. يديني كام كلورايد ايون وزنها؟ 35.5. طيب انا بقى معيش دلوقتي 58.5، دي المسطره الثانيه اللي انا هشتغل بيها. دي المسطره الثانيه اللي انا هشتغل بيها. انا معيش 58.5، لا انا معايا كام؟ 1.43. فهقول كده يبقى ال 1.434 هيديني كام كلورايد؟ وهعمل كريس كروس هقول كده 1.434 تايمز 35.5 اوفر 58.5 اداني كام ده؟ 0.87. كام؟ 0.87. بس اعمل انا ايه بقى باللي قالت 0.87 دي؟ اعمل ايه عشان احل انا المساله كده؟ اجيب برسنتج بقى. ازاي؟ 0.87 على 4. هقول كده عشان اجيب البرسنتج هقول 0.87 ده وزن الكلورين اللي عندي على التوتال سامبل بتاعت مين؟ ده اللي يفرق بقى معايا. هل بتاعت الصوديوم كلورايد اللي هي 1.434 ولا بتاعت الامبيور سامبل؟ بتاعت الامبيور سامبل كلها اللي هي 4 جرامز وهو جاي ضرب في 100 يبقى 0.87 اوفر 4 في 100 يديني كام؟ يا رب يديني الرقم صح. 21.75. يعني 21.75.77 ما يعني ما بعدناش. بقول لحضرتك هيكون الفرق ابروكسيميشن اللي احنا عملناه. ايوه ايوه الفرق ابروكسيميشن. انا بتكلم على ايه دلوقتي؟ انا بتكلم على ان انت بقى ما تقسمش الكلورايد اللي انت طلعتها على وزن الصوديوم كلورايد. لا ده بيقول لك انا عايز البرسنتج بتاعت الكلورايد اين اللي موجوده في السامبل كلها. فتقسمها على وزن التوتال سامبل. On performing a reaction of active metal X with strong mineral acid Y, what is the modification which can be performed to make the reaction occurs in shorter time? أنا دلوقتي بقول لك active metal ومينرال أسيد. يعني active metal لنفرض مثلا صوديوم. مينرال أسيد لنفرض مثلا HCl عشان يديني في الآخر NaCl.
بلس اتش 2. دايما يا شباب لما تكتب الايكويجن يخلي التخيل احسن شويه. انا دلوقتي في انا خلصت الاناليتيكال كيمستري ودخلنا على التشابتر بتاع الايكوليبريم كده، احنا بنتكلم دلوقتي على الريت اوف الكيميكال رياكشن. انا عايز اسرع الريت بتاع المعادله دي، فهل اعمل ديفايدنج ذا ميتال؟ ما هو ديفايدنج الميتال ده بيعمل ايه؟ ديفايدنج الميتال، ديفايدنج الميتال ده بيقلل البارتكل سايز، وكل ما البارتكل سايز بيقل الريت بيحصل له ايه؟ بيزيد. لا ثواني ثواني، ديكريزنج الاسيد فوليوم. هو انا لو قللت الاسيد فوليوم يعني خليته مثلا بدل 25 ملي او بدل 50 ملي بقى 25 ملي، كده عدد البارتكلز بتاعه الاسيد زاد ولا قل؟ قل، لان خد بالك انا ايه، انا شيل بدل ما كان معايا مثلا 1 لتر اسيد بقى معايا نص لتر اسيد. كميه الاتشات وكميه السيلات اللي في النص لتر دي اكيد اقل، يبقى انا كل ما بقلل عدد البارتكلز النمبر اوف البارتكلز، صح، النمبر اوف البارتكلز اوفر رياكتنس، كل ما النمبر اوف البارتكلز بيقل اكيد الريت هيقل، انا عايز ازود الرياكشن ده خلاص. طيب يبقى ده ما ينفعش، انا عايز ازود النمبر اوف بارتكلز مش اقلله. طيب decreasing the reaction temperature، هل لو قللت الرياكشن تمبريتشر ده يزود الريت؟ لا، لان انا عارف ان كل ما التمبريتشر يزيد الريت هيزيد، يبقى ده ما ينفعش. increasing the pressure، هل لو انا زودت البريشر الرياكشن هيزيد؟ طب ما انا لما بزود لما بعمل increasing للبريشر ما انا بعمل decreasing للفوليوم بتاع السبيس اللي انا شغال فيه. خدوا بالكم يا جماعه، increasing البريشر وديكريزنج الفوليوم، خد بالك هو هنا مش انا بتكلم على الفوليوم والبريشر دول حاله الجاز بس. ايوه هي دي الكلمه اللي انا عايز اسمعها. المواضيع دي يا جماعه بتبقى في الرياكشن بتاعت الجازز مع بعضها، في رياكشن الجازز مع بعضها. يعني امتى اقول انكريزنج البريشر هيفرق معايا؟ لما اكون بتكلم على رياكشن فيه جازز. عشان كده بقول لك اكتب الايكويشن عشان تعرف تتخيلها. إيه والله فعلا increasing pressure بيعمل increasing the rate of chemical reaction، بس مش لاقي chemical reaction وخلاص، للchemical reaction بتاعت الجازز. اما chemical reaction بتاعت الليكويدز مع solids فالبريشر مالوش significant effect عليه. يبقى الاجابه ما قداميش غير ان dividing الميتال يعني بغير بقلل السيرف البارتكل سايز بتاعت الرياكتنتس هي اللي هتخلي الريت اوف chemical reaction يزيد. سؤال 14، in the following reaction N2O4 the colorless، يديني 2NO2 the reddish brown. On adding excess of the N2O4 يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ما هو احنا بنقول ايه يا جماعه؟ احنا بنقول لما بحط reactant زياده بيشفت لي الرياكشن towards the forward direction. خلاص؟ طيب ركز بقى معايا في الحته دي. فلما هيتشفت towards the forward direction معنى كده ان اللون هيزيد ولا هيقل؟ انا هنا colorless وهنا reddish brown، يبقى في increase في الكلر. كده نص السؤال عرفناه، دي غلط ودي غلط. النص الثاني، يا ترى الكي سي فاليو هيحصل فيه ايه؟ امتى الكي سي يتغير؟ في حاله واحده بس. امتى الكي يتغير يا جماعه؟ لما ننزل غير التمبريتشر. يبقى طالما ما فيش تشينجينج في التمبريتشر ما فيش تشينجينج في الكي سي. اي حاجه ثانيه تتغير مش هتغير لي في الكي سي. قاعده عامه يا شباب بقى، وخلينا كده واضحين، الحاجه الوحيده اللي بتغير الكي بتاعتي هي مين؟ التغير في مين؟ في التمبريتشر. فاللي هيحصل ان هيحصل كلر انكريز ومش هيحصل تشينجينج في الكي سي. يبقى الاجابه هتبقى اللي هي الاول اجابه. When drops of bromothymol blue added to sodium oxalate solution Na2C2O4 the color of the solution is، ده عباره عن ايه؟ عباره عن COO sodium oxalate ماسكه في COO وهنا في Na وهنا في Na، ده الصوديوم اوكساليت. هو الصوديوم اوكساليت ده متقسم لايه؟ الاورجانيك اسيد اللي هو الاوكساليك اسيد وصوديوم هيدروكسيد. يعني قصدي مش متقسم ليه،
الاوريجين بتاعته ايه يعني؟ الاوريجين بتاعته اورجانيك اسيد مع صوديوم هيدروكسيد. خلاص ده سترونج بيز وده ويك اسيد. ده سترونج بيز وده ويك اسيد، مين اللي يكسب؟ السترونج بيز يكسب. طب السترونج بيز لما كسب هيعمل ايه مع البروموثايمول بلو؟ لون البروموثايمول بلو ايه في الالكالاين ميديم؟ انت بقى تدور في الكتاب على الصفحه بتاعت الانديكيتورز هتلاقي اللي لونه بلو. واضح فكره السؤال ده؟ فكره السؤال دي في الحته بتاعت السولتس الاوريجين بتاعتها سترونج اسيد ولا ويك اسيد، وسترونج بيز ولا ويك بيز، هتفرق معايا. AgNO3 plus NaBr يساوي AgBr plus NaNO3، وكذلك مش عارف ايه، وكذلك مش عارف ايه، وكذلك مش عارف ايه. Which of the previous reactions is considered a complete reaction؟ طيب هو اختار ايه؟ هو ايه عبارة عن ايه؟ aqueous و aqueous يديني precipitate و aqueous. يبقى علامة واضحة جدا ان احنا قلنا لو في جاز evolved وانا مش في closed vessel او في precipitate ده يديني complete reaction. طب التاني جاز مع جاز يديني جاز في closed vessel اوتوماتيك على طول كده ايه؟ جاز مع جاز يديني جاز في closed vessel، الموضوع خلصان. يبقى احنا بنتكلم على reversible reactions. بي ودي واضحة جدا. السي السي احنا اخدينها منصوص عليها في 60 حتة ان الاسيتيك اسيد مع الايثانول بيديني استر مع مية، وده ريفرسيبل رياكشن طبعا. ده هو اصلا ضربه كمثال على ريفرسيبل رياكشنز يعني. فده سؤال مباشر جدا ودرجة في جيبك يعني. سؤال 16 ماشي ماشي ماشي. سؤال 17 بيقول ايه؟ when equal concentrations of H2 and A2 are mixed the following equilibrium occurs. H2 plus A2 يديني 2 HA. طيب if the value of HA يساوي كذا and the equilibrium constant equals كذا so A2 equals كام؟ طيب هو هنا يعني احنا عارفين ان الاكوليبريم كونستنت انا لازم افهم هو بيتحسب ازاي. هو بيتحسب ازاي؟ لو انا عندي رياكشن انا بعرف اجيب الكي بتاعه. الكي بتاعه بيساوي ايه؟ بجيب البرودكتس الاول واشوف الكونسنتريشن بتاعتها اللي هي الاتش اي، واقوم جاي عامله سكويرد اوفر. بعد كده بدور على الكونسنتريشنز بتاعت مين؟ بتاعت الرياكتنتس، ومفيش جنبيها اي نمبر اوف مولز فمش هيبقى فيها باور. فهو مديني ايكوال كونسنتريشنز. شوف خد بالك الحته دي، ايكوال كونسنتريشنز اوف اتش 2 و اي 2. فانا لو هضرب الاتش 2 هضربها في الكونسنتريشن بتاع الاي 2، ما هما الاثنين زي بعض. خلاص هما الاثنين زي بعض، فانا بلاش اعمل. هو انا عايز اجيب مين؟ انا عايز اجيب الكونسنتريشن بتاع الاي 2. فهقول لك يبقى الكونسنتريشن بتاع الاي 2 سكويرد، او خليني عشان الناس ما تتلخبطش، ادي القانون بتاعه اتش 2 هضربها في اي 2، ده القانون بتاعي اللي اجيب بيه الكي. وبيقول لك هما الاثنين دول ايكوال، فطالما هما الاثنين دول ايكوال يبقى الغي الاتش 2 وادخل مكانها اي 2، يبقى اي 2 في اي 2 باي 2 سكويرد. يبقى كاني بقول لك الكي اللي هي ب 40 هتساوي الاتش اي سكويرد اللي هي 1.563 الكلام ده كله سكويرد اوفر الاي 2 سكويرد. يبقى الاي 2 سكويرد هتساوي ايه؟ الاي 2 سكويرد هتساوي 1.563 سكويرد اوفر 40. يبقى الاي 2 مش سكويرد، هتساوي السكوير روت بتاع الكلام ده كله 1.563 اول سكويرد اوفر 40. احسبوا الحسبه دي هيطلع بقى الرقم اللي هو من عند. يبقى السؤال ده السكيل اللي تخليني احل السؤال ده ان انا لو معايا ايكويشن هل هعرف اعمل ال هعرف اجيب الكي منها ولا مش هعرف اجيب الكي؟ ده السكيل بتاعت السؤال ده، وباقي المساله مباشره جدا وما فيهاش مشكله. PCl3 plus Cl2 يديني PCl5. الكي بتاعتي ب 0.013. So the value of Kp2 for this reaction اللي هي PCl5 يديني PCl3 plus Cl2 equals. هو عمل ايه في الرياكشن ده يا جماعه؟ يعني هو مديني انا عندي رياكشن يا عم الحاج، والرياكشن ده الكي بي بتاعته بكذا 0.013.
الكي بي بتاع الرياكشن المعكوس بتاعه هو كل اللي هو عمله ان هو عكس الرياكشن. واحنا خدنا قاعدتين في المساله دي، المساله زي كده، لما يعكس الرياكشن بس تعرف ان الكي بي 2 اللي انت عايز تجيبها هي عباره عن كي بي 1. اعمل فيها ايه يا شباب؟ مين فاكر؟ تو ذا باور ايه؟ تو ذا باور نيجاتيف 1 بس، وتحل على هذا الاساس. يعني هتجيب 0.013 باور نيجاتيف 1 هتطلع بكام؟ هو ده الرقم بتاع الكي بي ده. طب ايه القاعده الثانيه؟ لنفرض ان هو جاب لي المساله كده، بس بدل ما يقول لك بي سي ال 5 تديني بي سي ال 3 بلس سي ال 2، 2 بي سي ال 5 تديني 2 بي سي ال 3 بلس 2 سي ال 2. ساعتها هشوف الفاكتور اللي انا ضربته في الايكويجن الاساسيه وهقوم جاي ضربه في كام؟ هقوم جاي ضربه بالباور فوق، بدل ما هضرب باور نيجاتيف 1 بس، لا ده انا هضرب باور نيجاتيف 1 تايمز 2 اللي هو الفاكتور. يبقى لو هو مديني الرياكشن الثاني بفاكتور هعملها باور الفاكتور. طب لو قلب لي الرياكشن وضرب لي الفاكتور يبقى هعمل باور نيجاتيف 1 تايمز الفاكتور. On dipping a magnesium strip in silver nitrate solution, the following reaction is occurred. Properly express what happens. هو ايه اللي حصل؟ حصل single replacement. المغنيسيوم اللي هو more active than السيلفر دخل في السولت بتاعه والسيلفر بقى precipitate. طيب الموضوع ببساطة جدا، هو بيسألك مين حصل له oxidation ومين حصل له reduction. المغنيسيوم هنا بزيرو والسيلفر هنا بزيرو. دايما في الoxidation لما بعوز احسب oxidation وreduction يا جماعة بخلي السنجل اليمنتس اللي هي سوري الفري اليمنتس اللي مش ماسكه في حاجه بزيرو، تمام كده؟ طيب هنا الاي جي ان او 3 انا عارف ان الان او 3 ماينس 1 فاكيد السيلفر ببلس 1. هنا انا عارف طالما في هنا 2 يبقى المغنيسيوم ببلس 2، وهنا انا عارف الان او 3 بنيجاتيف 1. ما الذي حدث للمغنيسيوم؟ المغنيسيوم تحول من زيرو الى مغنيسيوم بوزيتيف 2، يعني الاوكسيديشن ستيت بتاعه زاد. معنى كده ان المغنيسيوم هو اللي حصل له اوكسيديشن. ده الانود ولا الكاثود ده؟ المغنيسيوم كده هو الانود. تمام؟ طيب الثاني سيلفر كان بوزيتيف 1 تحول الى سيلفر 0. يبقى حصل له ان الاوكسيديشن ستيت بتاعته قلت. الاوكسيديشن ستيت بتاعه قل يبقى حصل له ريدكشن. يبقى هدور على السؤال اللي بيقول لي ان اوكسيديشن اوف المغنيسيوم اند ريدكشن اوف السيلفر ايونز. تمام؟ طبعا ولا ينفع ريدكشن وريدكشن ولا اوكسيديشن واوكسيديشن، لازم طالما الريدوكس رياكشن دي طالما حصل اوكسيديشن لواحد يحصل ريدكشن للتاني، ما ينفعش هما الاثنين يحصل لهم اوكسيديشن وهما الاثنين يحصل لهم ريدكشن. يا رب ييسر. 3 رودز، الفكره دي يا جماعه بتتكرر في امتحانات كتير في المعاصر، وتكررت في الواجب وتكررت في الشرح، ففكره من الافكار اللي هما بيحبوا يجوها، لان هو بيحب يشوفك انت تعرف تقارن بين الاكتيفيتيز بتاعه الميثودز ولا لا. 3 rods of different elements A, B and C are put in HCl. انا حاطط A و B و C في HCl. A and B react while C does not react. مبدئيا كده عشان نبقى في الصوره، لو انا عندي الهيدروجين موجود هنا في الالكتروموتيف سيريز فانا عارف ان ال A وال B فوق A وال C تحتيه. طيب هنا بيقول لي يبقى هو كانه ده كده الليست، ها الليست اكتف. بيقول لي when a rod of element A is put in a solution contains ions of element B it is corroded. يبقى ال A اعلى من ال B، يبقى احنا كده في الترتيب صح. ال A هو الموست اكتف وبعد كده ال B، لان دايما المور اكتف بيحل محل الليس اكتف، وبعد كده البي بتاتي سي. هو بقى سالك السؤال الخبيث، هو بيقول لك so the arrangement of these elements according to their oxidation potentials. طيب الاوكسيديشن بوتنشلز يبقى زي الالكتروموتيف سيريز according to the oxidation potentials. بس في هنا حاجه بقى، يعني هو هنا بيقول لك الارنجمنت اوف ذيس اليمنتس according to their oxidation potentials، هل ما جابلكش سيره انا عايزه ascending ولا descending؟ تمام؟
فهعرف منين هو عايز ascending ولا descending من الإشارات دي. فهو هنا بيقول هل الـ A أعلى من الـ B أعلى من C؟ طبعا الـ A أعلى من الـ B أعلى من C. الحاجات التانية أكيد لا. هل الـ B أعلى من الـ A؟ لا طبعا. هل الـ C أعلى؟ لا. هل الـ C أعلى من الـ B؟ طبعا. إحنا الترتيب سهل جدا بالكلام اللي هو قاله، فما فيهاش مشكلة إن شاء الله.